عندهم صح يفوا لي فيليستي يربحوك بالتروازيرو بالضمع دارو ضمع يفورك ولا تركاتك ما لازمش تخبيو هادوك يقول لك تكلم وكدايا وكذا فهمت ربحونا والفوتبول تاعنا راهو اون شوت ليبر كاتاستروف اي بيرسون نو ديميسيون اي بيرسون لوز دير دي ارواحو هنا بالفيديراسيون الدنيا كاع لازم تروح السلام عليكم اصدقائي الاعزاء مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده كنتمنى باش تكونوا بخير في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الاعلام الجزائري والجزائري على بن الشيخ اللي مقرب للبلاطو وكيهضروا على الفوز للمنتخب المغربي على المنتخب الجزائري وبن الشيخ كيقول بان المغرب يستاهل الفوز على الجزائر المهم خوتي الاعزاء ما ندخلش معكم في التفاصيل غادي نخليكم تفرجوا وتحكموا وتعطوني الاراء ديالكم في خانه التعليقات ما تبخلوش علينا خوتي الاعزاء بلايك لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل لجميع المغاربه انا يعني نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه يعني 48 درجه قال لك خلاص قال لك 240 درجه قال لك سي بون انا راه موفروا لي كل شيء وكل شيء وراح نحقوا الهدف المنشود وما كانش مشكل على كل حال هو لماذا تكلمت فقط على هذا القوس لانه ماهوش هو قال وفروا لي كل شيء ولكن انا نتكلم على البراء هذوك اللاعبين هما اللي تحرموا من هذه الامكانيات ما نتكلمش هو غطى لانه فيه ربما كان ينتظر انه يستمر لسنوات طويله مع الاتحاديه حتى يضمن البقاء في المنصب تاعو ولكن انا لما اتكلم هكذا اتكلم على هؤلاء اللاعبين لميزانيه الدوله الجزائريه توضع اموال باش يستفيدوا من تحضير جيد ولكن لما انت تغطي على النقص في هذه الامكانيات اللي موفره وفيها انا نقول لك هذا تسمى تواطؤ على ظهر هؤلاء اللاعبين. واضح علي بن شيخ هل كنت تنتظر هذه المهزله مهزله امس ومهزله لقاء السنغال ومهزله الكره الجزائريه في الشبان راح نتكلموا عليها في الموضوع الموالي لكن بقوا في هذا المنتخب امس شفنا المباراه مع بعض وكان الجميع مستاء كنا عندنا هذيك حتى وفي قلبنا على بالنا بلي صعب الامر بصح قلنا لانه مباراه ديربي كنا طحنا مع نيجيريا ولا مع مالي ولا مع السنغال ولا منتخب اخر نخافوا اكثر شفنا مالي اليوم كيفاش صال وجان الحمد لله قلنا الديربي مغاربي حضور جماهيري كبير في قسنطينه قلنا كل هذا ربما الجرينطا واللاعبين هذو اللي عندهم شويه امكانيات ممكن يصنعوا الفارق لكن ما خسرناش 1-0 لغضتنا 3-0 يعني في بلادك تخسر منافسة مثل هذه كي تشوف هكذا تقول أنا قاعد نقول البارح لو كان خير تيليمينينا بريميتور لو كان أقصينا في الدور الأول أحسن من هذا الهزيمة النكراء واحد ثانيا أنا أعتقد أنه هذا المنتخب لو شارك في الإقصائيات للتأهل لنهائيات كأس إفريقيا لأننا ما درناش تأهل ما درناش إقصائيات أو تصفيات تأهلنا مباشرة لأننا البلد المنظم لو تأهلنا أو شاركنا في الإقصائيات بالتأكيد ما نتأهلوش لنهاية كأس إفريقيا بالمستوى اللي شاهدنا. بوزيت لي كاسيون فيها 30 كاسيون. صح. ماشي عليه نجاوب بالعقل برك. قلت لي هل كنت تنتظر هاد لا ديباكل؟ نقول لك 50-50 لأن علاش 50؟ 50% لأن شفنا الفريق تاعنا مع لا صومالي. اللي مسكين فريق جوجيست وحنا باش ما باسكو دوكا عندنا شويه ليكسبيريونس باش ما يصيبوناش الناس السبعين ما حبيناش نقولوا ليكيب تاعنا انا واش تكلمت قلت اون دي زانديفيدياليتي اللي يفهم الفوتبول ماذا بيا يسمع فرديات عندنا فرديات هكذا دي زانديفيدياليتي سافي دير بوكو تشوزو سكت نوري لك انا لو كان توري لي غير لي دو بيت نوري لك باللي بلي بروف عاود عطينا الاهداف تاع المغرب تاع امس ما ماركيت ماركيت الريح انت ما ماركيت صح الله اليوم قول عليا واش حكيت هنا شوف هنا عاود ولي اللور تمتم من البدايه عاود رجع اللور عاود رجع اللور استنى هنا شوف حبس هنا دالوا البالون كلخلوا على كل حال الولد واش عليه سا بو اريفي الولد بالو يحب يكوفري بصح شوف هنا تاخر جالتوش استنى لا هنا حبس هنا شوف هنا يا اخي دالو البالون شوف كاين جوار ماروكان واحد في البوانت بيناتي ابوبري عندنا ترواج جوار نوري لك بلي حنايا ليكيب تاعنا حبس تخلي غير لي سيسباس شوف ترواج جوار على واحد واحد كان مور لو جوار ماروكان واش يدير يروح يسبق لو جوار وريها مشيها يروح يسبق لو جوار شوف حبس حبس انا ترواج جوار يشوفوا فيه شوف ثلاثه واحد فيهم ما حبس لو جوار الماروكان هنا توري لك بلي
ستادير قلت لهم سيدي زين ديفيدياليتي ما كاش قاعده تلعب صح ما يلعبوا كذا شوف وري عاود تشوف البيت الاخر دوزيام لا ماشي عن بوزيسيون لا صح دوزيام بيت كيف كيف لعبوا يعطيها اونتر لي دو جوار موراه لاري سونترال اللي لازم يكوفري موراه لاريير لاتيرال غوش باسكو لاريير لاتيرال غوش خدمته واش يدير كي يكون البالون منها يولي براتيكمون هو اللي بيرو هو اللي يجي هكذا ما كاش عطاه الجوار الماروكا جان انتيليجون عطاها اونتر دو دخل راح ما شوف هناك شوف راح جري هذاك الور هذاك لو ماروكا وحده شوف شوف ماشي هادي ماشي هادي ماشي هادي ماشي هادي اي جايه بالعقل معليش فهمني كيفاش دوزيام بيت هذوك جاد شوف لي زيد هنا لو كانت تولي شويه اللور سي سامبل ما كاين حتى واحد لي وراه لاكس ويا سيدي واحد طلع من لي زاري سونتر ولي مليح هو اللي لازم يكون كوفيرتير هو اللي يغلق لو شون بون ما كاينش حنا ما سمح لي نخدموا مال عليها سمح لي تقول لي تكون نخدموا راح سقسي واحد سقسي هاد الناس انا ما تقتنيش لي انا واش كانوا يخدموا انا هنايا وريت برك باش الناس تفهم بلي كي نقول ديزاين ديفيدياليتي انا عارف واش راني نقول ولكن لي جان هادوما نقول لهم تبارك الله فيهم لان مساكن داروا لو ماكسيموم هذاك واش قدروا تعبوا حبوا نشكرهم على كل حال ان شاء الله انه طرفوا بوتيت دوطر يعاودوا يتسقموا ولكن يا سي رضوان نعم سي عليك نروحوا للحقيقه لا رياليتي واش هي لا رياليتي قولوا الوزاره شباب الرياضه اللي جازوا ولا المسؤولين بلي لالجيري اي تي ليميني اون ايكيب ا ليكيب اي تي ليميني اون كوب دافريك وكوب دي موند اوكي صح جست موراها شكون ايفان 3 ايفان ايفان ايليميني ايفان زيد تحتها ومن بعد خصنا لا فينال تاع الشام هذيك تاع بوكرا لحقنا لا فينال بلوز او موان فينال في بلادنا صح ايوا في بلادنا وخسرنا مي واش عليه فينال ومن بعد وزنا هذه ايفان لا ايفان 3 خسرنا ايفان 3 ما رحنا لا كوب دافريك كوب دافريك تاع لي اوفا تلعب احنا ما كاشنا لي ايفان 3 ما رحنا لا كوب دافريك وبالتالي ما نروحوش لي زوز اولمبيك يعني اليميني دوبلومون رانا والو ما كاش رانا اليميني دو بارتو ودوكا هذه لي اوديسات وهذه دوكا اوديسات في بلادك صح هنا واش هنا وراهم هنا لي ريسبونسابل راهم مسؤولين يقولوا اي ستوب حبس هنا في اي بلاد في العالم اوتوماتيكمون يا اون رينيو اكسترا اوردينار باسكو سي اون ديباكل سي اون كاتاستروف ناسيونال من الا حتى الاو 17 يا ناس من الا حتى الاو 17 سي اون كاتاستروف ناسيونال قريب نقول لك واقيلا العالم يولي اون بيرن حبسوا شكون هذا اللي كان مسؤول على كره القدم زقيو له يروح يسهل هو ولي معاه كاع يروح يديميسيون ما يحبوش يديميسيون باسكو نو با سيت كولتور دو ديميسيوني لازم السلطات يقولوا للمروحه نتوما كاع تروحوا فوزافي ايشوي ابن عمي وين رانا عايشين حنا العالم كاع يمشي هكذا غير حنا ابار ولا كيفاه فوزافي ايشوي اخي سيتو ما نقولوش ما تعرفوش تخدموا هادشي مي فوزافي ايشوي كالكان كونتي لي شو واش دير لا موندر دي شوز يكونوا واقعيين لا كوب دي موند 14 اونترينور حطوا ديميسيون اكتبوها وحطوا لا ديميسيون ما نجمناش وتبارك الله حنا نقول لكم يعطيكم الصحه سيتو مي هنايا بيرسون ديميسيون نو سيلمون واحد ما يديميسيوني وزيد واحد ما يقول له روحوا تقدر يجيو لي ماروكا ويعطيهم الصحه يفولي فيليستي يربحوك ب 3-0 بالضمة داروا ضمة يفوروا كل تركاتك ما لازمش تخبيو هذوك يقول لك تكلموا كدايا وكذا فهمت ربحونا والفوتبول تاعنا راهو اون شوت ليبر كاتاستروف اي بيرسون ديميسيون اي بيرسون نوز دير دي ارواح هنا بالفيديراسيون بالدنيا كاع لازم تروح صح يا شي كارثه مش بقى فوق هذا واش حبيتو خلينا كيف ما شفتوا معنا اخوتي العزاز هذا هو الفيديو ديال اليوم شكرا لكم بزاف سمحوا لنا لكم نطولنا عليكم الناس اللي مازال ما اشتركتش معنا مرحبا بكم اصدقائي العزاز شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله ديما مغرب والصحراء مغربيه السلام عليكم.